مباراة صعبة ضد منافس محترم. أعتقد أنه كما قلت بعد زوج نقاط اللي هدرناهم ضد النجم كان لزام علينا باش ناخذ ثلاثة نقاط اليوم. جانا سيناريو طيب لأنه بعد بداية صعبة عملنا لعب وسجلنا هدف، ضغطنا على المنافس اللي خلى مساحات، جاونا تقريبا فرص نتاع تضعيف النتيجة في ثلاثة مناسبات في الشوط الأول، ربما هذا اللي صعب علينا اللقاء اليوم. نقول أنا وقت اللي يرجع عليك المنافس النتيجة وتتشبث بال تصعيد الفارق وبالذهاب للهجوم، اعتقد انه هذا يدل على شخصيه نادي الجاكسي.